السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقتنا الجديدة في قصة شعب. تواصلا مع ما بدأناه، لا أخفيكم سرا، لن أخذ حقيقة حيزا طويلا في هذه المقدمة، لأن حلقة اليوم أتوقع أن فيها أحداث كثيرة جدا تتكلم عن عدن في فترة قمة الازدهار، والتي جاءت وللأسف أني أقول قمة الازدهار في وقت الاحتلال البريطاني لها، إذ أن أبناء عدن، وهذا للأسف ديدا أهل اليمن، لم يقدموا لأوطانهم شيئا كما قدم المحتل لها. يعني البريطانيون قدموا لعدن ما لم تقدمه أهل عدن لها، البعض يقول العثمانيون قدموا لصنعاء وما حولها أكثر ما قدمه أهلها لها. هل هذه حقيقة أم أنها شيء من التحليل الذي فيه مزايدة وفيه يعني مبالغة إلى حد ما؟ حياكم دكتور صالح. هلا دكتور صالح، في الحلقة الماضية توقفت أنا وأنت ورأيتك، كنت باقي قليل تقوم من فوق الكرسي فرحا بعدن، لأن كأني بك كنت تراها أمام عينيك، لأنك أنت من أبناء عدن. أبناء عدن أقصد دراستك وحياتك فيها، ورأست جامعة رأس الهرم العلمي في عدن، ولا أنت من أهل حضرموت. يعني في إلماحة سريعة جدا، أكثر ما قدمه البريطانيون لعدن، قدموا القانون، القانون والنظام. نحن لسنا عشاق لبريطانيا ولا محبين لبريطانيا كمستعمر، بس في بعض الناس لكن محبين يتمنى. محبين للقانون والنظام الذي أرسته بريطانيا. يعني أنت كمواطن أو كموظف تريد أرض، حصلت على الأرض، يطلع إعلان باسمك بأنك حصلت على أرض، مشان إذا في حد له حق، أنت لك علاوة سنوية تحصل عليها دون أن تتابعها. أنت تستحق أن تكون مدير، يأتيك قرار تعيينك بحسب المراتبية الموجودة في الإدارة. لكن دكتور، هل بريطانيا النظافة قدمت لعدن أكثر مما حصلت من عدن؟ حصلت من عدن بكل تأكيد، حصلت. لا أقصد لو قارنت، حصلت من عدن، لو قارنت، يعني كانت ميزانة عدن في نهاية الحرب ما بعد الحرب العالمية الثانية حوالي 20 مليون دولار، يعني حصلت من عدن، يعني من خلال مصفات النفط، يعني يعني 20 مليون دولار بسعر ذاك الزمان، يعني شيء كبير. لكن سؤالي أنا، لما أقول والله أنا في ضيافة فلان، على حسب فلان هذه سأحكم على الضيافة، فسؤالي ليس الضيافة، لا ليس أقصد أنا هذا استعمار، يعني هل بريطانيا استعمار جاء ليستفيد، ولكنه جاء ليستفيد ويفيد. سؤالي الثاني عن يفيد، هل حجم ما حصلت عليه عدن بحجم اسم بريطانيا؟ بحجم اسم بريطانيا، ولكن لم تمد بريطانيا نشاطها وتنميتها إلى المناطق القريبة من عدن، لحجها كما هي، لحج أبين لم تقم، لم تلق شيئا، لا. لكن لحج قامت السلطنة العبدلية ببناء منطقتها الموالية ثقافيا، الموالية، لكن السلطنة أيضا كانت السلطة الأسرة العبدلية أسرة مثقفة. أيضا حضرموت وضعت تنافس كونها قريبة من عدن، كانت قريبة من عدن أيضا، يعني وحضرموت السلطنة القعيطية بعد سقوط الكسادي والسلطنة الكثيرية التي بقيت في الداخل أيضا أقامت نظام مدني حديث إلى حد ما. لكن ما يعجبنا في النظافة في عدن، كانت أنا والدي يقول لي في الأربعينات أدرى عدن، يقول لي يا ابني لو سقطت اللقمة من فمك تستطيع أن ترفعها من الشارع وتعيدها إلى لف، من نظافة الشارع، من نظافة الشارع. أنا بيأخذوها من فمك، نحن حيأخذوها من فمك. يعني التعليم، مدارس بنيت صح لمصلحته ولكنه تم تعليم، لكن مصلح، أقصد أنه هل الأنامل السياسية والأنامل الثقافية البريطانية أثرت، يعني نعم. هل صبغت، صبغت عدن، الصحافة في عدن انتشرت في العهد البريطاني، المجلس التشريعي وإعلان نقاشات المجلس التشريعي في صحيفة عدن في العهد البريطاني، مش اللي عهدنا حنجيبها بالتلفزيون، التلفزيون بدأ في عدن قبل الكثير من الدول العربية، يمكن ثالث تلفزيون في العالم العربي، والإذاعة، والإذاعة، الأندية، نادي التلال اللي كنت أنا أترأسه فترة من الفترات، أساسه نادي الأخوة، نشأ في عدن في 1905 قبل الزمالك والأهلي. الله الله، يعني فيه تم، أنا عندما ذهبت لنادي التلال أترأس النادي وجدت مئات الكؤوس الضخمة التي أهديت للنادي نتيجة مباريات بينهم وفرق أخرى أو مع فرق بريطانية،
وهي موجودة الآن، عملنا لها يعني صناديق والغرفة التجارية أكبر، الغرفة التجارية عمرها أكثر من 120 سنة. سؤالي كيف عدن. كانت عدن بريطانيا تدير عدن؟ يعني عبر ماذا؟ عبر مثلا فقط مندوب أم حاكم بريطاني، ولكن في حكومات محلية منتخبة تدار، يعني مثلا سووها أقاليم نعم أقاليم سموها كريتر منصورة، يعني زي مجالس البلدية، مجالس بلدية تدير عدن، تدير النظافة، تدير الأراضي، تدير الحياة في عدن، تدير أسواق الصيد، أسواق اللحم، أسواق الخضار. قالوا ذلك الوقت الشوارع. كان الناس يأتون، حتى يقال أن الشيخ زايد أنه جاء إلى عدن ذلك الوقت، سعد الزغلول جاء إلى عدن، ماري لاسيشل الريحاني، الحسيني جاء، أمين الريحاني جاء إلى عدن، فريد الأطرش جاء إلى عدن ليغني في عدن، يعني كثير، يعني كانت مهوة للناس. يعني هل كان أستطيع أقول عدن ذلك يعني الوقت الجمعيات، الجمعيات الفنية نشأت في عدن، كان حفلات فنية في أيام الأعياد وبفلوس، حفلات يتبارى الفنانون في تقديم أفضل الأغاني. هل أستطيع أقول أن عدن ذلك الوقت هي أقوى مدينة في المنطقة؟ أجمل وأقوى وأنظف مدينة في المنطقة للأسف، بس لأن البريطانية موجودين، لأن بريطانيا موجودة، ولأن الناس انصاعوا للنظام. طيب هذا ما يكون النظام فوق الكل، يعني النظام على الكل وليس على الضعيف وليس والقوي. يعني مشكلتنا يا دكتور إذن، يعني أنا عندي برنامج يذاع في الليل، نعم. أجمع تبرعات لصالح مستشفى، نعم. أشوف الشعب يتبرع، نعم. طيب يعني مشكلتنا نحن ليس في النظام، ليس في الشعوب، ليس وفي النفوس الطيبة وفي الإقبال على الخير، ليس في الشعوب، مشكلتنا في القادة، في السياسيين. القادة. شوف كم من يتبرع من الناس العاديين عندك، وكم يتبرع من الكبار. الكبار عندما نخشوهم أو يعني طبزوهم بعض الصغار بدأوا يتبرعوا الكبار، لكن هنا النظام القانون، نحن لسنا محبين لبريطانيا ولا نريد لبلدنا الاستعمار، ولكننا نحب النظام والقانون. يعني أضرنا من قادنا، أضرنا من قادنا، هداها الله في هذا الشهر. على يدكم أنتم إن شاء الله، أنتم في مؤتمر الحوار، في مؤتمر الحوار بتسووا لنا. حتى الجيش بنته بريطانيا، البوليس عبارة عن عسكري معه عصا وسروال قصير وبدلة جميلة نظيفة. الطلبة الصباح يذهبون إلى مدارسهم، يأتي الطبيب ليرى أظافرهم، بس أخاف بعدين يرى شعورهم، أخاف بعض الناس يقول طيب ليش خرجتوهم من عدن؟ لكن بعض الحين أقول لبعض أقاربي من كانوا في قيادات الثورة، أقول لهم ما الذي جعلكم تخرجون البريطانيين؟ خلوهم مكانهم. أحدهم قال لي والله يا ابني إننا عندما نرى الواقع اليوم نتألم، ليش ونرى أن نضالنا قد ذهب السدى، نضالنا قد ذهب السدى. أصلا نصحيح الحال. هذا عدن، هذا عدن. منطقة حضرموت موجودة مع الكثيري والقعيطي بعد عذاب الكسادي، السلطنة القعيطية. طيب وسأعطيك مثال للسلطنة القعيطية. في عهد السلطان عمر بن عوض بن صالح بن عوض القعيطي 1922 تولى السلطنة إلى 1936 توفاه الله 14 سنة، يعني أراد جاء إلى السلطنة وخزانة الدولة فارغة، في عليها ديون 2 مليون ريال فرنس. مبلغ. ما الذي حدث؟ ذهب إلى عندهم تجارة في حيدر أباد اليكن يسمونها، وجاب 2 مليون ريال فرنس من مال أسرته، من تجارة أسرته في حيدر أباد. سلطان عمر. نعم، ليعمل يعني يصفي الديون اللي على الدولة. بنى قصر النعيم، وهو قصر للأسف الشديد لا المحافظة السابقة ولا الحالية يعني اهتمت بترميمه، بغض النظر انه على الطراز الهندي ولكنه جزء من تراث حضرموت، وقصر ضخم. في فترة سرقت يعني اثار متحف السلطان، تمام. هذا القصر بناه من ماله. مسجد عمر الذي مره شاهدت في السعيده ان جابوا صوره وقالوا مسجد عمر في الخطاب، في المكلة. ليس مسجد عمر بن الخطاب، مسجد السلطان عمر، نعم، اللي على الساحل، اللي على الشارع، ضخم. هذا ضخم بناه من ماله الخاص وليس من مال الدوله. يعني هذه السلاطين، السلطان صالح بن غالب القعيطي سلطان حضرموت، وهو السلطان يعني الأكثر علما، عنده كتب في الهندسة في العلوم في الدين، يعني أيضا بنى دولة. ما كنا نشعر بالغبن، هذا لما يذكرون ما كنا نشعر بالغبن، ما كنا نشعر بحد يظلمنا،
ما كنا نشعر بأنه في شرطة تظلمك ولا أمن يظلمك. طب دكتور لماذا هؤلاء ما يذكرون؟ وعندنا كادر وكان عند والكادر كله حضرمي والسلطان أصوله حضرمية، صح أصول الجذور القديمة يافعية ولكنهم أبناء حضرموت وعاشوا في حيدرآباد. السلطان الكثيري بنى سيئون من خلال أموال المهاجرين في سنغافورة في 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 إندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا، وفي تريم نفس العملية، قصور في تريم تعيش وكأنك في أيام يعني ليلة وليلة شهرزاد. يعني ليش لحق نفس الشيء قصر السلطان العبدلي في لحق الذي هو اليوم مهمل، وقصر السلطان الثاني الذي هو أعطي لكلية الزراعة، والقصر الثاني على شكل باكنغهام بلس أيضا مهمل. لماذا نهمل هذه القصور؟ قصر السلطان في كريتر أنا سلمت نصف القصر للسلطان، للسلطان علي عبد الكريم العبدلي الذي أبعدته بريطانيا، والجبهة القومية أيضا أبعدته رغم أنه من المناضلين. سلمت نصف القصر اللي هو النصف الثاني كان كلية حقوق، والنصف الثاني في مركز البحوث وكان مفروض يعود للسلطان. لم تشجع الدولة ولم تساعد الدولة على إعادة ترميمه وتحويله إلى مزار أو تحويله إلى قصر أو متحف وتعطيله مقابله إيجار أو شيء، لأن السلطان ليس غنيا. يعني لماذا نترك تراثنا الحديث اللي عمره 100 سنة 200 سنة يتهدم؟ يكفينا قد تهدم تراثنا القديم، يكفينا، لكن تراثنا الحديث لماذا يتهدم؟ لأننا نحافظ عليه. أنت أعدت النصف من هذا القصر للسلطان. نعم. وأنا مضطر أني أوقف عند النصف الأول من هذا الحلقة وأكملها بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، لا أخفيكم أني تركت الدكتور، أنا أشعر أن الدكتور يتكلم بحرقة شديدة لأنه خلال هذه الفترة هو عاشها، هو لامس جدران تلك القصور، لامس جدران، وهذا من التاريخ. لكنني خلال الفاصل هذا سأحاول أن أهدي من روعه ثم أكمل أنا وإياه ماذا كان يدور خارج عدن وخارج منطقة الكثيري وهذه المناطق، ما حال صنعاء، ما حال العثمانيون، هل عاد العثمانيون ذلك الوقت أم بقوا في أماكنهم؟ هذا بعد الفاصل.